وهنبدأ مع بعض النهاردة يا شباب. هنكمل البارا سيمباثيتك نيرفوس سيستم. طبعا زي ما انتم عارفين احنا الحصة اللي فاتت يا معالي الدكتور المحترم اتكلمنا عن السيمباثيتك وبداية الاوتونوميك ولمينا الدنيا كويس قوي تمام، وتوقفنا في الحصة السابقة عند مين؟ عند بداية البارا سيمباثيتك. طبعا انت عارف يا يوسف ان الاوتونوميك نيرفوس سيستم هو الجهاز العصبي اللا ارادي، يعني سيادتك ملكش تحكم عليه. هل انت يا ابني بتتحكم في الجهاز العصبي اللا ارادي؟ لا، ده اسمه لا ارادي او انفولانتري. طيب والجهاز العصبي اللا ارادي ده كان بينقسم الى ايه؟ جهازين كبار، سيمباثيتك وبارا. السيمباثيتك ده كان بتاع الاسترس او الامرجنسي، وكنا بنقول عليه فايت اور فلايت، يعني انا بتخانق مع واحد خلاص، يعني جسمي بيتعرض لحاله ايه؟ استرس او طوارئ. النهارده بقى هناخد البارا سيمباثيتك. البارا سيمباثيتك يا دكتور اتفقنا قبل كده وبكرر الكلام تاني دلوقتي انه بتاع الانتاخه. بتاع يا دكتور؟ الانتاخه. في حد هنا قاعد مش عارف يعني كلمه انتاخه؟ مش عارفين يعني ايه انتاخه؟ نايم على سريرك ماسك جوالك عمال تبص فيه وتفتكر في احزانك وتعيط، يعني فاهم قصدي؟ حالكم جميعا في هذه الليالي الحالكه زي ما بنقول، يعني بهزر معاك طبعا. حضرتك يالا لو انت قاعد في البيت على الكرسي او قاعد على سريرك كده وما بتعملش حاجه، هل انت كده في وضع خناقه؟ لا، انت قاعد مأنتخ، فمين شغال عندك؟ باراسيمباثيتك. ولذلك يا دكتور انت قاعد بتعمل ايه؟ عمال تاكل صح؟ وبعد كده بتهضم الاكل وعمال تريح، تدخل حمام، هي دي ايه؟ دوره حياتك جوه البيت. انت معايا؟ طيب كلام جميل جدا. طب الحل ايه يا دكتور؟ ان انت ما يكونش معاك موبايل اصلا من الاخر يعني. طيب نستعين بالله. اذا يا دكتور الباراسيمباثيتك ده اقدر اقول عليه انه ريست ايوه اند دايجست. يعني ايه ريست اند دايجست؟ يعني انتخ واهضم الاكل. يعني يا شباب انتخ او ريح واهضم ايه؟ واهضم الاكل، ريست اند دايجست خلاص. طيب الباراسيمباثيتك دوت بيتكون من مجموعه من الاعصاب، والاعصاب دي بتغذي اورجانز معينه في جسمك. طب حد يقدر يفكرني الاعصاب بتاعه السيمباثيتك كانت بتطلع منين؟ ثراكو لامبر ال 12 الثراسك، واول كام من اللامبر؟ واول 3 من اللامبر. هزيدك من الشعر بيت، سيب كل حاجه زي ما هي، هزيدك من الشعر بيت واقول لك يا دكتور ان الباراسيمباثيتك المنشا بتاعه بيكون كرانيو ساكرال. كرانيو ايه؟ يعني ايه كرينيو ساكرال؟ يعني بيطلع اعصاب من الكرينيو. كرينيو دي نسبة الى الدماغ، يعني اعصاب دماغية، يعني طالعة من الدماغ او المخ. ساكرال يعني طالعة من يا دكتور؟ من الساكرال سيجمنت بتاعة السباينال كورد. يبقى الباراسيمباثيتك يا معالي الدكتور المحترم بيطلع منه اعصاب من المخ او اعصاب من السباينال كورد الحبل الشوكي من تحت. عندك مشكلة؟ طيب علشان اقول لك ان في عصب بيطلع من الكرينيال او بيطلع من المخ، هتقول لي اذا العصب ده بيطلع من مركز عصبي او بيطلع من نواه عصبيه. بيطلع من نواه ايه؟ نواه عصبيه. فاكر يا ابني المنظر اللي قدامك ده؟ ده كان اسمه البرين ستيم او جذع ايه؟ جذع المخ. ده اسمه ايه يا شباب؟ كل يقول معايا ده اسمه ايه يالا؟ البرين ستيم. يعني ايه برين ستيم؟ جذع المخ. وكان بيتكون من كام جزء؟ 3 اجزاء. اول جزء عندك حد يقدر يفكرني كان اسمه ايه؟ الميد برين صح؟ طب واللي تحت هنا؟ البونز. طب واخيرا تحت؟ الميدالة. يا حلاوة يا حزني ولا ده ايه؟ ده جزء المخ كان بيتكون من كام جزء؟ 3. اول واحد فوق ميد برين بونز مضله اوبلونجاتا. ميد برين بونز مضله، ميد برين بونز ايه؟ مضله. شايف يا ابني الكور اللي موجوده بالالوان المختلفه دي؟ دي تعتبر انويه عصبيه، نيوكليوس. كل نواه بيطلع منها عصب، كل نواه ايه؟ بيطلع منها عصب.
طبعا عندي عالمين، عندي كم عالم؟ اثنين، واحد اسمه ايدينجر والتاني اسمه ويستيفال. واحد اسمه ايه؟ ايدينجر والتاني اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ويستيفال. يبقى واحد اسمه ايدينجر والتاني اسمه ايه؟ ويستيفال. هم اول من شافوا يا احمد اول نيوكليوس عندك اللي باللون الاحمر دي، وبالتبعية هنسميها على اسمهم، فهنسمي النيوكليوس الحمراء دي يا دكتور ايه؟ ايدينجر ويستيفال نيوكليوس. هسميها يلا ايدينجر ويستيفال نيوكليوس. اسمها ايه؟ والله لا تقولوها، والله لا تقولوها. ايدينجر ويستيفال نيوكليوس. اسمها ايه؟ ايدينجر ويستيفال نيوكليوس. ممكن تجي لك في الام سي كيو كده، وممكن على فكره ما يجيب لكش الكلمه دي كلها. امال يا دكتور هيعمل ايه يعني؟ يجيب لك الاختصار بتاعها. يعمل ايه؟ يبقى الاختصار بتاعها ايه؟ بص كده معايا، همسحها اهو، ان الاشهر في الام سي كيو هو الاختصار. ممكن يجي يقول لك ايه؟ الايدينجر ويستيفال نيوكليوس يا حبيب قلبي الغالي، الاختصار بتاعها هتاخد اول حرف من بدايه كل كلمه، يبقى ايدينجر ويستيفال نيوكليوس. صعب الكلام؟ لا مش صعب. الايدينجر ويستيفال نيوكليوس دي بيطلع منها عصب، بيطلع منها ايه؟ عصب اهو. العصب اللي باللون الاحمر ده يا معالي الدكتور المحترم عصب كرينيال نيرف، لان يا ابني جذع المخ ده يعتبر من ضمن الدماغ. معايا؟ طيب العصب ده بسميه العصب المحرك للعين. اسمه ايه؟ اكتب بالعربي اهو. يا لهوي، العصب الايه؟ المحرك للعين. بما ان ده العصب المحرك للعين، عارف اسمه ايه؟ اوكليو موتور نيرف. اسمه ايه يالا؟ كلمة اوكليو معناها عين، موتور يعني بيحرك، فالاوكليو موتور نيرف ده العصب المحرك لايه؟ للعين. وده الكرينيال نيرف رقم 3. ده ايه؟ الكرينيال نيرف رقم 3، لان الاعصاب الدماغية عندي 12 زوج. خلاص؟ 12 زوج يعني 12 يمين و12 شمال، فاهم الفكرة؟ طيب رقم 3 منهم عصب اسمه ايه؟ اوكليو موتور نيرف. طالع منين يا دكتور؟ من الايدينجر ويستيفال ايه؟ نيوكليوس. عايز اقول لك هي الايدينجر ويستيفال نيوكليوس موجوده فين؟ في البرين ستيم، في الميد برين، صح ولا مش صح؟ يبقى منطقه الميد برين فيها نواه او مركز عصبي اسمها ايدينجر ويستيفال نيوكليوس، بيطلع منها عصب، العصب ده اسمه العصب المحرك للعين او الاوكليو موتور نيرف، اللي هو العصب الدماغي رقم كام يا دكاتره؟ العصب الدماغي رقم 3. العصب المحرك للعين هيروح يغذي مين؟ العين. ده حماده في الزنجبيل ليفل. يلا، عصب مغذي للعين هيغذي مين؟ الله يسترك ما تشلنيش. عصب بيغذي العين هيغذي مين؟ العين. شوف دي اهو، ادي يا عم العين بتاعت سيادتك اهي. خلاص، دي العين بتاعتك. خلاص ماشي. طب العصب ده بارا سمباثيك صح؟ طب اي عصب بارا سمباثيك يا طارق؟ اي عصب بارا سمباثيك هل بيبقى واصله واحده كده من المنشأ لحد الاورجن، ولا لابد له ان هو يعدي على مركز توزيع؟ لازم يعدي على ايه؟ على مركز توزيع. مركز التوزيع ده اسمه ايه؟ اسمه يلا جانجليون. في جانجليون قبل العين اهي، الجانجليون دي موجوده حرفيا ورا العين شويه. طيب ليه يا معالي الدكتور المحترم؟ لان الجانجليون دي قريبه يا جنى من عضله موجودة عند العين، العضلة دي اسمها سيلياري ماسل. اسمها ايه؟ سيلياري ماسل. الجنجليا دي قريبة منها، هسميها على اسم العضلة، فهسمي الجنجليا دي ايه؟ هسميها ايه؟ سيلياري جانجليون. وأي جانجليون ربنا خلقها يا دكتور بيدخل فيها عصب واحد ويطلع منها أكتر من ايه؟ أكتر من عصب بالشكل ده كده. طب الأعصاب اللي خرجت القصيرة دي رايحة تغذي مين يا شباب؟ راح تغذي العين او الاي. حد يقدر يقول لي العصب اللي قبل الجانجليا اسمه العصب الايه؟ العصب البري جانجليونيك، صح ولا مش صح؟ طب والعصب اللي بعد الجانجليا اسمها الاعصاب الايه؟ البوست جانجليونيك. صعب الكلام ده ولا سهل؟ كلام سهل جدا. طيب عارف يالا الاعصاب البوست جانجليونيك بسميها شورت سيلياري فايبرز. ليه شورت؟ لانها قصيره. سيب الدكتور، سيب موبايل يا دكتوره. ليه شورت؟ لانها ايه؟
قصيره. طب هي قصيره ليه يا دكتور؟ لانها يا ابني بتطلع من جنجليا قبل العين مباشره. الجنجليا دي قريبه من العين وهي رايحه تغذي العين، فالاعصاب الصغيره هتطلع قصيره. ليه؟ عشان الجنجليا هي خارجه منها قريبه من العين، هعمل اعصاب طويله ليه يعني؟ فاهم الفكره؟ الكلام ده صعب يا دكاتره؟ حلو كده بقى احنا وصلنا لحد مين؟ لحد العين. ما هو تاثير البارا سمباثيك على الاي او العين؟ اكتب عندك عكس السمباثيك وريح نفسك. هتكتب ايه يا دكتور؟ عكس ايه؟ عكس السمباثيك. تكتب عكس مين؟ عكس السمباثيك. حد يقدر يقول لي هي الجزء اللي في النص دي اسمها ايه؟ دي اسمها البيوبل. دي اسمها ايه يا دكاتره؟ البيوبل. طب حد يقدر يفكرني هو السمباثيك كان بيعمل ايه في البيوبل؟ مايدريزيس، يعني يوسع ايه؟ البيوبل، صح؟ عشان يوسع مجال الرؤيه. برافو يا عز. طيب تقدر تقول لي اثناء الباراسمباثيك انت قاعد مأنتخ نايم على سريرك ماسك موبايلك بتسكرول على السوشيال ميديا وبتفتكر في احزانك وتعيط، هل ده حاله طوارئ؟ قولا واحدا لا، دي مش حاله طوارئ. طيب هل وانت نايم مأنتخ يا دكتور محتاج توسع مجال الرؤيه وتشوف كل البيئه المحيطه بيك ولا فقط تشوف الجوال اللي في ايدك؟ بس كده، فاهم الفكره؟ وبالتبعيه يا دكتور انا محتاج اوسع البيوبل دي وادخل ضوء كتير ولا تضيق عادي؟ تضيق. يبقى الباراسمباثيك بيضيق البيوبل بيخليها عامله كده. البيوبل لما تضيق، عارف اتضيقت ليه؟ موجود حوالين البيوبل عضله، موجود حوالينها ايه؟ العضله دي سيركيولار كده. العضله دي لما بتنقبض، بص لايدي، كل بص لايدي بتعمل كده. لما تنقبض تعمل ايه؟ تضيق البيوبل. معايا يا رتاج؟ تنقبض تعمل ايه؟ تضيق البيوبل. طب البيوبل لما تضيق دي حاجه بسميها ايه؟ بيوبيلاري كونستريكشن. بيحصل ايه في البيوبل؟ بيوبيلاري ايه؟ كونستريكشن. طب ده حصل ليه؟ لان يا دكتور العصب اللي هو الاوكليوموتور البوستي جانجليونيك بتاعه راح غزى عضله. حد يقدر يقول ان العضله دي اسمها ايه؟ كونستريكتور بيوبيلي ماسل. اذا كانت الحصه اللي فاتت العضله اللي بتوسع البيوبل اسمها دايليتور بيوبيلي ماسل، فالنهارده العضله اللي هتضيق البيوبل او تعمل كونستريكشن في البيوبل لها من اسمها نصيب، هيكون اسمها ايه؟ كونستريكتور بيوبيلي او كونستريكتور بيوبيلي ماسل. لما تنقبض تضيق البيوبل، والبيوبل لما تضيق دي حاجه بسميها ايه؟ مايوزيس. اسمها يا شباب؟ مايوزيس. اسمها يا دكاتره؟ مايوزيس. طيب عايزك تفكرني من الحصه اللي فاتت، هو يا ابني كان في عضله اسمها السيلياري ماسل، السمباثيك كان بيعمل فيها ريلاكسيشن علشان يا دكتور يخلي اللينس فلات والفي في 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 فلات لينس تشوف الفار فيجن. نسيت الكلام ده ولا فاكره؟ عشان انا اثناء السمباثيك في خناقه بفايت اور فلايت محتاج اشوف الفار فيجن علشان اشوف الرؤيه البعيده، ولما اشوف الرؤيه البعيده يا معالي الدكتور المحترم اوسع مجال الرؤيه. طب انت هنا بقى في الباراسمباثيك العكس، يالا بما ان انت في باراسمباثيك هل انت محتاج توسع مجال الرؤيه؟ لا، ده انت جاست او مجرد ماسك موبايلك بتسكرول فيه وعمال تفتكر في احزانك وتعيط. خلاص صعب الكلام؟ والله ما صعب. بالتبعيه يا دكتور انا محتاج اشوف رؤيه بعيده ولا رؤيه قريبه؟ محتاج، بص اللي انت محتاجه انك تشوف امنير فيجن اللي هي الرؤيه الايه؟ الرؤيه القريبه. طب ازيدك من الشعر بيت واصدمك شويه، انت عارف يالا انت بتشوف علشان الاضاءه بتسقط على العدسه بتاعه العين وعدسه العين بتودي الاشعه الضوئيه على الشبكيه ورا. الكلام ده مش قصتنا دلوقتي. علشان تشوف الرؤيه البعيده لازم اللينس تبقى ايه؟ فلات 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 تشوف الفار فيجن. طب عشان تشوف الرؤيه القريبه لازم العدسه تبقى ايه يا دكتور؟ محدبه او كونفكس. يعني العدسه بتاعه العين لازم تبقى موجوده كده، بص محدبه كده، فاهم الفكره معايا؟ طب العدسه دي تبقى محدبه قوي كده ازاي؟ قال لك لما تنقبض العضله اللي اسمها السيلياري ماسل، ده الاعصاب اسمها شورت سيلياري، يعني رايحه تغذي مين في المقام الاول؟ رايحه تغذي مين يا دكتور؟ السيلياري. ايه يالا؟ السيلياري ماسل. حد يقدر يفكرني اثناء السمباثيك امبارح كان بيعمل ايه في السيلياري ماسل؟ ريلاكسيشن. برافو. كان بيعمل فيها ايه؟ هنا الباراسمباثيك هيعمل فيها
contraction. لما تنقبض السيلياري ماسل تخلي العدسة يا دكتور محدبة بزيادة فتشوف الرؤية القريبة أو النير فيجن. صعب الكلام ده؟ صعب الكلام ده يا شباب؟ طيب حد يقدر يقول لي هي العدسة علشان تشوف الرؤية القريبة لازم تكون عدسة أقوى ولا أضعف؟ أقوى. وهنا بقى هصدمك شوية. أنت عارف يالا؟ العدسة القوية بتشوف الرؤية القريبة، لكن عشان تشوف يا دكتور الرؤية البعيدة أنا محتاج الباور بتاعت العدسة تكون ضعيفة عادي. شوف بقى، شوف عشان بس ما تلخبطش، ما تقولش إن أنا عايز أشوف البعيد فمحتاج العدسة تكون أقوى. لا، عشان تشوف البعيد العدسة لازم تبقى الباور بتاعتها ضعيفة، لكن عشان تشوف الرؤية القريبة محتاج قوة العدسة تزيد. مش مقتنع صح؟ أقنعك؟ أقنعك. امسك الكتاب أو المذكرة اللي قدامك. أدي المذكرة أهي. خلاص؟ كله يبص ليا هنا. كله عينه عندي هنا يا شباب. خلاص؟ مرة واحدة هات كده البتاع قدامك، مرة واحدة بس. عارف في الأول أنت مش شايف حاجة. في الأول بص، بص لي كده مرة واحدة، اعملي كده. شايف حاجة في الأول؟ أه إيه؟ والله ما شايف حاجة. بص تاني تاني. بص لي أنا هنا، ركزي معايا. هات البتاع من جنب. مرة واحدة حطها قدامك. شايف حاجة في أول لحظة؟ لا مش شايف حاجة. طب مش شايف حاجة ليه؟ لأن عينك لسه يا دكتور شايف الرؤية البعيدة، لسه العدسة ضعيفة، لكن عشان تشوف القريب لازم تصبر شوية لحد ما قوة العدسة تزيد فتقرأ الكلام. لكن في أول لحظات والله العظيم أنت ما شايف حاجة، شايف حاجة موغوشة كده، مش عارف تقرأ الكلام. فاهم قصدي؟ طيب كلام جميل جدا. ده كده يا دكتور اول عصب موجود عندنا في الباراسمباثيك اسمه اوكيولوموتور نيرف، الكرينيال نيرف رقم 3، او العصب المحرك لايه؟ العصب المحرك للعين. الكلام ده صعب يا دكاتره؟ الكلام ده فيه مشكله ريتاج تاني؟ طيب خلاص، احنا كده خلصنا اول نواه موجوده عندنا صح. في نواتين باللون الاخضر اهم. في نواه منهم هو الجزء اللي في النص ده اسمه ايه؟ البونز. النواه اللي فوق دي يا دكتور قال لك موجوده يعني في نهايه البونز كده، يعني موجوده في اللور بونز، بس تحتها واحده اختها. تحتها ايه؟ اختها. واحده موجوده فوق والثانيه موجوده تحت. بيطلع منهم اعصاب يا احمد. الاعصاب دي من ضمن الباراسمباثيك، ولكنها بتروح تغذي الغدد اللعابيه. بتغذي ايه؟ ويعني ايه غدد لعابيه؟ سليفري جلاند. يعني غدد لعابيه دكاتره؟ سليفري جلاند. طب والله يا دكتور، طب ايه المشكله لما نسمي النيوكليوس دي سليفري نيوكليوس؟ هنسميها ايه؟ سليفري نيوكليوس. واللي تحت دي برضو هسميها ايه؟ سليفري ايه؟ سليفري نيوكليوس. عندك مشكله؟ بس واحده فوق وواحده تحت. هسمي اللي فوق سوبيريور سليفري نيوكليوس، وهسمي اللي تحت انفيريور سليفري نيوكليوس. سهل الكلام ولا صعب؟ الموضوع ما فيهوش مشكله صح. طيب بص بقى معايا، هننتقل بعد كده بقى للعصب الايه يا دكتور؟ العصب اللي بعد كده، الا وهو الفيشيال نيرف. وده عصب دماغي بيطلع يا صديقي العزيز من نيوكليوس اللي انا طلعه منها دي، اللي اسمها ايه؟ النيوكليوس دي اسمها يالا سوبيريور سليفري نيوكليوس. العصب ده عصب دماغي، هو الكرينيال نيرف رقم 7. كرينيال نيرف رقم كام؟ 7. وده العصب اللي بيغذي الوش عامة، وبما انه بيغذي الفيس او الوش فانا هسميه فيشيال نيرف. هسميه يا شباب؟ هسميه يا شباب فيشيال ايه؟ فيشيال نيرف. هسميه يا شباب فيشيال نيرف. افتح معايا الكتاب بقى عشان الكلام ده ايه متعقد شوية، فانا هقرا لك وارسم لك في نفس الوقت اختصارا للوقت. افتح لنا المذكرة يلا او الكتاب. تمام؟ بص يا ابني معايا، شفت العظمه اللي موجوده؟ عشان الناس ما تلخبطش في الجزئيه دي، بيقول لي سيادتك انا هتكلم عن الريلي والكورس مع بعض بتاع الفيشيال نيرف، لانه فيه كلام كتير شويه. يا ابني الريلي العصب ده طول ما هو ماشي، عصب بري ولا بوست؟ عصب بري. ده عصب ايه يا دكاتره؟ ده عصب ايه يا شباب؟ عصب بري. العصب البري ده وهو ماشي يا معالي الدكتور المحترم، قال لك والله في واحد بيمشي كده عادي مكمل عادي اهو، وبيطلع منه فرع هنا كده. طب ركز معايا، ده اسمه ايه؟ ده فرع طالع من مين يا دكتور؟ طالع من الفيشيال نيرف. خلاص؟ عارف الفرع اللي تحت ده اسمه ايه؟ كوردا تيمبناي. استغفر الله، اسمه ايه؟ كوردا ايه؟ كوردا تيمبناي. عارف ايه سميته كوردا تيمبناي؟
لانه بيطلع فرع صغير كده يغذي التمبانيك ميمبرين بتاع الاذن اللي هي طبله الاذن اسمها تمبانيك ميمبرين. بما ان دي العصب الصغير ده بيطلع حاجه تغذيها فسميناه كوردا تيمبناي لانه بيغذي التمبانيك ميمبرين. كان ده مالكش دعوه بيه بس عشان تفتكر ان ده اسمه كوردا تيمبناي. يبقى انا كده يا دكتور العصب الفيشيال عنده كام فرع كده؟ فرعين. خلينا في الفرع الرئيسي اللي هو اللي فوق وده فرع ايه تفريعه ايه جانبيه. طب الفرع الرئيسي اللي فوق اقرا معايا كده يا دكتور المحترم. قال لك الاعصاب البري بعضها بريلي في السفينو بالاتاين جانجليون. بريلي فين؟ يقف كده عند جانجليا هنا. هرسم الجانجليا اهو. الجانجليا قدام سيادتك اهي. شوف يا ابن الجمال ده. عندك عظمه موجوده في المخ هنا في الجمجمه، عظمه موجوده في الجمجمه اسمها سفينويد بون. اسمها ايه؟ وفي يا دكتور الفك اللي فوق ده اسمه البلت فاسمها البلاتاين. معايا؟ بالتبعية الجانجليا دي موجودة عند السفينويد بون من ناحية البلت، يعني هنا كده لفوق. فهسميها طبقا لمكانها ايه؟ سفينو بلاتاين جانجليون. هسميها ايه؟ هسميها يا شباب؟ سفينو بلاتاين جانجليون. الكلام ده صعب؟ الكلام ده صعب يا شباب؟ لحد هنا الكلام ده جميل. ده بالنسبه للسفينو بلاتاين جانجليون. طيب دي تعتبر جانجليا فبيطلع منها البوست جانجليونيك بالشكل ده كده. عندك مشكله ان ده البوست؟ عندك مشكله؟ تمام؟ طيب بعد كده بقى يا دكتور الكوردا تيمبناي. الكوردا ايه؟ كله ركز معايا هنا في ايه؟ الكوردا ايه؟ تيمبناي. تعتبر برنش او فرع من الفيشيال نيرف اهي يلا. طيب بصوا يا شباب اي حد قاعد مش مركز معايا وعمال ابص عليه مش راضي يبص ولا يركز الكلام ده لو جه هو قال لي عيد مش هعيده. يعني لو واحد مركز معايا قال لي عيد هعيد حقه، لكن واحد انا شايفه مش مركز يقول له عيد هقول له لا لو سمحت مش هعيد لك حاجه. واعتقد ان ده حقي. اتفقنا؟ بس. طيب يبقى ده الفيشيال نيرف. الفرع الرئيسي والله في عظمه موجوده يا دكتور في الجمجمه سفينويد بون عندها جانجليا قريب من البلات اللي هو الفك العلوي ده اللي حلق السقف بتاع الحلق من جوه. مش شايفينه؟ حلق سقف معايا؟ مش هينفع افتح لك بوي اكتر من كده يعني. طيب كلام جميل. طب بالتبعيه موجوده عندنا جانجليا في المكان ده اسمها ايه؟ سفينو بلاتاين جانجليا. صعب الكلام؟ سيبك منها. ده فرع من الفيشيال نيرف اسمه كوردا ايه؟ تيمبناي. اقرا معايا يا دكتور الكوردا تيمبناي كاتب عندك والله اهو برانش اوفيشال نيرف. فلما تيجي تقراها ما تجيش بقى تستغرب لانها فرع قدامك اهو منين؟ من الفيشال نيرف. هي مالها قلبت على اناتومي كده ايه؟ لا معلش والله حقك عليا بس الكلام ده مهم يعني. خلاص بما انها فرع من الفيشال نيرف قال لك بتفضل ماشيه 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 يا دكتور لحد ما تصل الى تحت الفك السفلي. تحت ايه؟ انت عارف انك الفك السفلي اهو. حد يعرف الفك السفلي اسمه ايه؟ مانديبول. اسمه ايه؟ ربنا خلق جانجليا الجانجليا دي موجوده تحت المانديبول كده. جانجليا موجوده تحت المانديبول اكيد هسميها ايه؟ صب ايه يا شباب؟ صب مانديبولار جانجليون. صعب الكلام ده؟ طب الصب مانديبولار جانجليون والله العصب اللي هو الفرع الكوردا تيمبناي بيفضل ماشي لحد ما يصل فيها ويريلي عشان يطلع منه بعد كده اعصاب ايه؟ اعصاب بوست. الكلام ده صعب. تعال نقول الكورس تاني من الاول. الكلام ده والله تقيل يعني. بص هو مش فيسيولوجي قوي بس المهم انك تكون عارف. بص معايا انا عندي نواتين عصبيتين موجودين يا دكتور في جذع المخ في المنطقه اللي موجوده في النص اللي اسمها البونز. واحده في اللور بون اسمها سوبيريور سليبري نيوكليوس بيطلع منها العصب الدماغي رقم 7 اللي اسمه الفيشيال نيرف صح؟ والله بيكمل كفرع رئيسي لحد ما يصل الى جانجليا اسمها اسفينو بلاتاين يعمل فيها ريلي يطلع اعصاب بوست.
طيب في فرع بيطلع من الفيشيال نيرف، الفرع ده يا دكتور في منه جزء بيغذي التيمبانيك ميمبرين بتاع الاذن اللي هو طبله الاذن يلا، فهسمي الفرع ده كوردا تيمبناي. بتفضل ماشيه لحد ما تصل الى السب مانديبولار جانجليا، لان دي جانجليا موجوده تحت الفك السفلي تحت المانديبول وبتعمل ريلي فيها. الكلام ده صعب؟ الكلام ده صعب يا شباب؟ الكورس ده صعب؟ هو صعب انك تقراه على بعضه، لكن لما تشوفه كرسمه في مشكله؟ والله العظيم حماده بالزنجبيل ليه؟ اقسم بالله. طيب بالتبعيه النيوكليوس دي اسمها ايه؟ سليفري نيوكليوس. بما انها سليفري نيوكليوس اذا هتغذي سليفري جلان، يعني هتغذي غدد ايه؟ لعابيه. بتطلع ايه؟ بتطلع لعاب. بتطلع ايه يا شباب؟ بتطلع لعاب. طيب بص بقى معايا، انا كده عندي سفينويد اللي هو سفينوبلاتاين والسب مانديبولار جانجليا. الكلام ده صعب؟ طيب ما هو تاثير البارا سمباثيك على الجهاز الهضمي؟ انا هقول معلومه دلوقتي والمعلومه دي هنفضل نستخدمها طول الحصه. البارا سمباثيك يا صديقي العزيز هو صديق الجهاز الهضمي. هو ايه؟ صديق الجهاز الهضمي. طب بما انه صديق الجهاز الهضمي يبقى بيشغله ولا لا؟ طيب هو علشان الجهاز الهضمي يشتغل لازم يتحرك صح؟ مش بس كده، ولازم السكريشنز او العصارات الهضميه تزيد. هو انت بتهضم الاكل ازاي؟ حركه الجهاز الهضمي وبيصب عليه عصارات هضمه. من ضمن الحاجات اللي بتهضم العصارات الهضمه هي السلايفا او اللعاب، بيسهل يلا بيطلع فيه بعض الانزيمات اللي بتهضم الاكل. غير كده انه يعتبر ماده لزجه بتسهل عمليه البلع، صح ولا مش صح؟ يبقى يا دكتور الباراسمباثيتك ده يشغل الجهاز الهضمي ولا ما يشغلوش؟ يبقى يعمل ايه في السكريشنز بتاعه الجهاز الهضمي؟ يزود السكريشنز او الافرازات، صح؟ طب يعمل ايه في الموتيليتي او الحركه بتاعه الجهاز الهضمي؟ يزودها. ولذلك في كلمه سر، في ايه؟ الباراسمباثيتك على الجي اي تي او الجهاز الهضمي الاكشن بتاعه يا صديقي العزيز بيكون سكريتو موتور. يعني ايه سكريتو موتور؟ يعني يروح على الغدد الهضميه او الغدد اللعابيه، اي غدد في الجهاز الهضمي يزود السكريشن بتاعها. موتور يزود الحركه بتاعه الجهاز الهضمي لانه صديق الجهاز الهضمي. ريست اند دايجست، يعني ريح وايه؟ رايح ويهضم. لحد النقطه دي في مشكله؟ طيب كمل معايا بقى قراي. يلا احنا كده خلصنا الريلي يا دكتور. طيب تعالى معايا على الكورس برضو بتاع الفيشن نيرف. بيقول لك احنا وصلنا عند الاعصاب البوست. لحد العصب البوست حد عنده اي مشكله؟ هعيد تاني والله. حد عنده اي مشكله لحد العصب البوست؟ طيب لعند العصب البوست اقرا معايا يلا. بيقول لك البوست جانجليونيك فايبر بتاعت مين يا دكتور؟ بتاعت السفينوبلاتاين اللي هي دي الاعصاب البوست دي يا دكتور المحترم. بتغذي ايه؟ قال لك بتغذي اللاكريمال والنيزل جلان. بتغذي ايه؟ بالراحه بقى، بالراحه بس. يعني ايه لاكريمال؟ لاكريمال هي الغدد الايه؟ الدمعيه. تنزلوش دموع؟ بتنزلوا بتتك ايه؟ ايه لي لا؟ ايه في ايه؟ انا ما عنديش مشكله انك تعيط على فكره. عادي. في كراينج كورنر كده هعمله لكم في اخر السنتر هنا. معايا؟ طب حلو ماشي. يبقى البوست جنجلينوك دي بتغذي اول حاجه يا دكتور لاكريمال جلاند ونيزل جلاند. بالراحه بقى، يعني الاعصاب البوست دي بص هنا عليا انا تغذي غدد دمعيه وغدد موجوده في النوز. طيب ثواني بس، الاعصاب دي باراسمباثيتك صح؟ تعمل ايه في الدموع والنيزل جلاند؟ تزود السكريشن، لان الباراسمباثيتك سكريتو يعني يزود سكريشن. تربيط حلو صح؟ ولذلك كده لو تلاحظ، انا اسف في الكلام اللي هقوله، دايما وانت بتعيط بتبر ايه؟ مش عارف ماشي بص عيب يلا الله يقرفك على الصبح. طيب ولا مش تلاحظ يلا وانت بتعيط ماشي عمال تنف كل شويه ايش جاب لي جاب؟ انا بعيط من مناخير يعني؟ انت لما تيجي تعيط بتعيط من عينيك ومناخيرك. ها ما جربتوش؟ طيب كلام جميل جدا. يبقى يا دكتور
السفينوبلاتين جانجليا بيطلع منها اعصاب بوست تغذي اللاكريمال والنيزا الجلان. تعمل ايه في السكريشنز بتاعتهم؟ تزود السكريشنز بتاعتهم. والله العظيم انا ما عنديش مشكله تكتب عندك في المذكره وانت بتعيط بتنزل دموع بتنزل حاجات من مناخيرك بتبر وكملها انت بقى خلاص. هو الناس المغتربين فاهمين الكلام ده ولا مش فاهمينه؟ يعني عندكم نفس القرف يعني. طيب ده كده العصب البوست بتاع مين؟ السفينوبلاتين جانجليا. في مشكله؟ طيب تعالى كمل معايا. والله العظيم الجزئيه دي لو حد اشتكى منها بعد كده هزعله. بص يلا، يبقى فاضل لسيادتك البوست بتاع السب مانديبولار ايه؟ السب مانديبولار جلان. بص يا ابني معايا، انا عندي غدد لعابيه موجوده تحت الفك السفلي هنا وغدد لعابيه تحت اللسان. بالراحه، انا عندي ايه؟ غدد لعابيه تحت الفك السفلي وغدد لعابيه تحت اللسان. لو جيت تركز في اللعاب وهو بيطلع، تلاقيه بيطلع من تحت اللسان كده وبينتشر، صح ولا مش صح؟ طيب كلام جميل. اذا الاعصاب البوست دي بتروح تغذي تو سليفري جلانز، يعني غدتين من الغدد اللعابيه، واحده موجوده تحت المندبل هسميها سب مانديبولار سليفري جلاند، وواحده تحت اللسان هسميها سب لينجوال سليفري جلاند. يبقى الاعصاب البوست بتاعه السب مانديبولار جانجليا بتغذي غدتين لعابيه يا دكتور، سب مانديبولار وسب لينجوال سليفري جلاند. وبما ان ده عصب باراسمباثيك هيعمل ايه يا دكتور؟ هيزود السكريشن فيجري ريقك، يخلي اللعاب في بقك يزيد. ولذلك وانت بتفكر في الاكل وهتبدا تاكل قاعد على السفره بيشتغل صديق الجهاز الهضمي الا وهو الباراسمباثيك، وانت قاعد على الاكل تلاقي ريقك عمال بيجري. تنكر؟ تنكر الكلام ده؟ صعب يا شباب الكلام ده، فيه مشكله؟ طيب حتى الان كده الحمد لله احنا خلصنا اول عصبين. كم عصب خلصوا؟ فيهم مشكله؟ بوز يا عز، بجد فيه مشكله يا شباب؟ انا استكمل يا شباب يلا. طيب هنستكمل يلا. عندي هنا نواة موجودة فين؟ في البونز من تحت، في نواة تحتها فهسميها inferior salivary nucleus. النواة دي موجودة فين؟ قالك في الجانكشن، يعني في الحد الفاصل ما بين البونز والمضلة. عندك مشكلة؟ طيب بيطلع منها هي كمان عصب اهو. العصب ده يعتبر من ضمن الاعصاب الدماغيه ولا لا؟ ده العصب يا دكتور رقم 9. العصب رقم كام؟ يعني ده يا دكتور اسمه استغفر الله يعني جلوسو فارنجيال نيرف. اسمه ايه؟ والجلوسو فارنجيال نيرف هو الكرينيال نيرف رقم كام؟ 9. فاكر كنا بنحفظها ازاي؟ جلوسو فارنجيال الجي شبه التسعة. يلا بطل فضايح، امسح الكلام ده، ده عشان ما تنساش. بس ما تقولش الكلام ده قدام حد، ماشي خلاص. طيب يبقى ده يا دكتور الجلوسو فارنجيال نيرف، تمام. عصب بيفضل ماشي، بيأتي يا دكتور يفضل ماشي لحد ما يصل للمنطقة دي، يعني قريب من مين؟ من الأذن. تعال هشرح عليك، انا هشرح عليك، تعال يلا. انجز تطول مني يلا يلا هوي. بص معايا، ايوه لا انا عايزك بالجنب كده، هتفضل ثابت كده. اسمع يلا اسمع، دي اسمها الاذن صح؟ دي اسمها ايه؟ الاذن. الاذن دي يا دكتور اسمها الاوتيك. معايا؟ حلو. في يلا غده لعابيه، مش هكتب ما تخافش، موجوده هنا. غده لعابيه موجوده فين؟ هنا. اسمها يا دكتور الباروتيد جلاند. اسمها ايه؟ طيب هما ليه سموها باروتيد جلاند؟ بما انها موجوده هنا قريبه من الاذن صح؟ فكنا بيسموها زمان يا اسامه بارا اوتيك. يعني ايه بارا اوتيك؟ بارا معناها قريب او بجوار، اوتيك معناها الاذن. فكانوا بيسموها زمان بارا اوتيك جلاند.
يعني ضموها على بعضها سموها باروتيد جلاند. موجودة فين؟ قريب هنا منين؟ من الأذن. العصب ده اسمه جلوسو فارينجيال نير، زي ما انت اسمه جلوسو فارينجيال ايه؟ بيفضل ماشي لحد ما يصل يا دكتور الى جانجليا موجودة هنا عند الأذن. جانجليا موجودة عند الأذن، ارجع ورا شوية، جانجليا موجودة عند الأذن، هرسمها دي عند الأذن يالا صح؟ عند مين؟ هسميها أوتيك جانجليون. ليه سميتها أوتيك جانجليون؟ لأنها موجودة هنا كده عند الأذن صح؟ طيب دخل عصب بري، هيطلع أعصاب إيه؟ بوست. هتغذي يا دكتور الغدة دي اللي هي موجودة فين؟ هنا كده، اللي اسمها باروتيد ايه؟ شكرا. اسمها ايه؟ اخد عسل. اسمها باروتيد ايه؟ باروتيد جلاند. اي حد هيتكلم تاني هطلعه عامل ايه، بس هو ما اتكلمش بصراحه، هو راجل محترم معايا. طيب يبقى دي اسمها باروتيد ايه؟ جلاند. اسمها ايه؟ باروتيد جلاند. الباروتيد جلاند دي العصب البوست اللي بيغذيها اعصاب بره ايه؟ باراسمباثيك. يعمل ايه في الافرازات بتاعتها؟ يزود السكريشنز بتاعتها، لان الباراسمباثيك بيكون سكريتو ايه؟ سكريتو موتور. عندي بقى سؤال كمان، اي غده من اللي قدامك دول سواء لاكريمال او نيزل او الصب مانديبولار والصب لينجوال سليفري جلام او الباروتيد جلام، تقدر تقول لي الباراسمباثيك بيعمل ايه في البلاد فيزلز بتاعتهم؟ تعال اقول لك، تعال اقول لك، هزيدك من الشعر بيت، وفي معلومه غايه في الاهميه لازم تعرفها. اي افراز بيجي في جسمك بيجي من الدم. ايه تاني؟ اي افراز بيفرز في جسمك من اي غده بيفرز منين يا شباب؟ من الدم. طب انا عايز الافرازات هنا تزيد ولا تقل؟ عايزها تزيد. طب الافرازات هتزيد يبقى الدم حصل فيه زياده في البلاد فيزل، زياده في الاوعيه الدمويه اللي بيحصل لها دايليتيشن. يبقى يا دكتور الباراسمباثيك بيعمل ايه في الغدد دي كلها؟ فازو دايليتيشن، يوسع الاوعيه الدمويه، يودي لها دم كتير، تصنع منه سكريشنز كتير، لان الباراسمباثيك سكريته ايه؟ سكريته موتور. صعب الكلام؟ بص لو تركز معايا يا احمد، احنا كده الحمد لله خلصنا كم عصب؟ ثلاثة. اول واحد الاحمر ده اوكيلوموتور طالع من الايدنجر وستيفن نيوكليوس، بعد كده عندي نواتين سوبيريور سليفر نيوكليوس وانفيريور سليفر نيوكليوس، دي بيطلع منها العصب رقم كام؟ سبعة. ودول العصب رقم كام؟ تسعة. في حد عنده مشكلة؟ طيب في عندك نواة اخيرة اهي، ادي اخر نواة. النواة دي موجودة في المضلة، موجودة فين؟ عارف اسمها ايه؟ اسمها فيجال نيوكليوس. اسمها ايه؟ والله بيطلع منها عصب اهو هنا كده، ادي العصب يا عم. العصب ده بيسموه بالعربي العصب الحائر، يحيروا يعني العصب الايه؟ الحائر. وكلمة العصب الحائر اسمه يا دكتور الفيجاس نيرف. اسمه يلا؟ الفيجاس نيرف. طب ايه اللي سميته عصب حائر؟ قالك العصب ده يمثل اغلب الباراسمباثيك، بل اني هزيدك من الشعر بيت واقولك يا ريتاج ان العصب الحائر ده بيطلع فايبرز تمثل 75% من الباراسمباثيك. يعني كل اللي احنا اخدناه ده يا دكتور ملوش لازمة، هو مهم بس يمثل كام يعني؟ 25%. الاعصاب او الفايبرز بتاعه الفيجاس نيرف تمثل 75%. يبقى مين هو العصب الرئيسي بتاع الباراسمباثيك؟ هو الفيجاس نيرف. طب ليه هو العصب الرئيسي؟ هقول لك يلا. انت عارف الفيجاس نيرف ده بيغذي منطقه الصدر والبطن، يا نهار ابيض، يعني بيغذي كل الاورجنز اللي موجوده في الثوركس وكل الاورجنز اللي موجوده في منطقه ايه؟ الابدومن او البطن. صعب الكلام؟ طيب ماشي يا احمد، وبالتبعية انا هعتبر الفيجاس نيرف ده هو احمد فرج الله. هو مين؟ اضحك كويس، هو مين يلا؟ احمد. خلاص احمد ده هو العصب الحائر، والله يجي وقف هنا مطلوب منه يغذي منطقه الصدر ومنطقه البطن. اهرب من قلبي اروح على فين؟ ليالينا الحلوه في كل مكان.
هو حائر، هو يالا من كتر الفايبرز اللي بيطلعها مش عارف هو رايح فين ولا فين، ولذلك فعليا سموه العصب الحائر او الفيجاس نير. انت متخيل يالا؟ متخيل يا مؤمن؟ طيب ماشي، بما ان ده العصب الحائر هو مطلوب مني يغذي منطقه الصدر ومنطقه مين؟ الابدومن او البطن. هناخد مين الاول بقى بالدور؟ منطقه الصدر فوق اهو الثوركس. هو منطقه الصدر بتحتوي على ايه؟ اول حاجه الرئتين قدام سيادتك اهي، وبعد كده القلب او الايه؟ القلب او الهارت. بص يلا معايا، ده عصب باراسمباثيك، ده كله عصب بري. امال يا دكتور فين البوست؟ هقولك ان الجانجليا هنا موجوده تيرمينال جانجليا. الجانجليا ايه؟ تيرمينال ايه؟ جانجليون. يعني موجوده على سطح مين؟ على سطح الاورجان ذات نفسه. اخدناها امتى دي؟ الحصه اللي فاتت، امس معايا، امس اللي هي امبارح بالنسبه للمصريين يعني. خلاص تمام. طب حلو، خلاص الحمد لله. هيجي هنا العصب البري يدي الجانجليا، يطلع عصب بوست تغذي الرئتين ومين؟ والهارت او القلب. هو السمباثيك عكسه مين؟ الباراسمباثيك. كنت بقول لك بالنسبه للرئتين، اثناء السمباثيك انت محتاج هواء كتير يدخل لان انت عايز اكسجين كتير، عندك مشكله يا طارق؟ طب انت هنا اثناء الانتخه هل انت محتاج هواء كتير يدخل جوه الرئه؟ لا. تقدر تقول لي بيحصل ايه البرونكاي او البرونكيولز؟ برونكو ايه؟ برونكو كونستريكشن. برونكو ايه؟ كونستريكشن. طيب تقدر تقول لي بقى، تقدر تقول لي بقى الهواء اللي داخل هيبقى ايه؟ الهواء اللي داخل هيبقى قليل. تمام. طيب لو في سكريشنز او افرازات بتطلع في الرئه هتزيد اثناء الباراسمباثيك ولا هتقل؟ هتزيد، لانه بيزود ايه؟ بيزود السكريشنز. يبقى يا دكتور هو ايه السكريشنز اللي موجوده في الجهاز التنفسي؟ المخاط، صح ولا مش صح؟ ولذلك يلا لو في حد بيجي له ازمه ويفضل يطلع بلغم كتير بتجيله دايما بالليل، حيث الانتخه والتريحه، لان الباراسمباثيك وقتها بيزود السكريشنز بتاعت الجهاز التنفسي. حلو يلا الطب، صح؟ فهمت؟ كان تاني؟ حد عايز تاني؟ تاني تاني يا دكتور. الجهاز التنفسي فيه بعض الافرازات بنسميها المخاط، عارفينه؟ طيب الباراسمباثيك بيزود السكريشن ولا بيقللها؟ بيزودها. اهو الباراسمباثيك برضو بيزود السكريشنز بتاعت المخاط دي في الجهاز التنفسي. ايوه. ولذلك يا دكتور يا محترم حضرتك، لو حد بيجي له ازمه او مثلا بيقعد يكح كتير ويطلع بلغم كتير، والله الكحه دي بتزيد عليه بالليل، حيث وضع الانتخه، حيث اشتغل الباراسمباثيك يزود السكريشنز فيزود المخاط او البلغم عنده. الكلام ده صعب؟ الكلام ده فيه مشكله؟ طيب عندي سؤال كمان بقى. البلمونري بلود فيزلز ايه؟ البلمونري ايه؟ يعني الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الرئتين، يحصل فيها برونكو كونستريكشن ولا برونكو دايليتيشن؟ بيحصل فيها يا دكتور يا محترم برونكيال فازو دايليتيشن. بيحصل فازو ايه؟ يعني البرونكيال فيزلز اللي هنا بتوسع؟ بتوسع. هنا دم، يعني الرئه اثناء الباراسمباثيك بيروح لها دم كتير ولا قليل؟ كتير. طب ليه؟ فين يوسف بقى؟ والله يا دكتور لسببين. السبب الاول ان هنا افرازات زادت ومصدر الافرازات بيكون من الدم، فمحتاج دم يروح كتير، ادي اول سبب. تاني سبب يا معالي الدكتور المحترم ان حجم الرئه ايه؟ ثابت. انت حضرتك عملت ايه دلوقتي؟ والله قللت الهواء، يبقى لازم تزود مين؟ الدم. مثال ازازه الميه بتاع الحصه اللي فاتت. خلاص؟ يبقى انت يالا لما حضرتك جيت قللت الهواء عن طريق ان انت ضيقت المواسير، الهواء اللي داخل قليل ودي دم كتير، ودي من رحمه ربنا. هواء قليل اديله دم كتير عشان يشفط كل الاكسجين اللي فيه يكفيك اثناء الريست. فهمتها؟ حلو. ده من اجل الفهم، ولكن يالا عشان الامتحان الباراسمباثيك عكس السمباثيك. سمباثيك بيعمل ايه في البرونكيال بلاد فيزلز؟ فازو كونستريكشن. باراسمباثيك فازو دايليتيشن. ده اللي مكتوب عندك وشكرا. شكرا، ده اللي مكتوب عندك، ده منهجك. عايز تفهم بقى؟ اديني قلت الفهم.
بس المطلوب مننا في الامتحان ان البرونكيال ده يا دكتور يا محترم او اي دمويه موجوده في الرئه عكس السمباثيك. السمباثيك بيعمل فاز كونستريكشن، يبقى ده بيعمل فاز دايليتيشن. شكرا على كده. حد عنده اي مشكله؟ طيب كلام جميل. ده بالنسبه للرئه. طب بالنسبه للقلب، كلمه السر، هو السمباثيك كان بيعمل ايه في القلب؟ بيلسوع القلب. الباراسمباثيك بيريح القلب. يعمل ايه؟ يريح مين؟ يريح القلب. طب ليه؟ لان انت في حاله ايه يا دكتور؟ راحه. هل انت محتاج ان القلب ينقبض بقوه وبسرعه ويبذل مجهود كتير؟ لا يا عم ريحه. طب انا هريح القلب ده ازاي؟ تقدر تقول لي هعمل ايه في قوه الانقباض؟ هقلل قوه الانقباض صح؟ بس خلي بالك من معلومه فيتال دلوقتي. القلب بيريحه اي نعم، ولكن يا دكتور الهارت ريت بيقل، يعني معدل ضربات القلب ايه؟ بتقل. بدليل ان انت نايم بالليل يا دكتور يا محترم تحس ان قلبك ايه؟ بص منقبض ازاي؟ بص كده معايا. دلوقتي في الريست اللي هو الوضع اللي انت فيه هتلاقيه بينقبض كده. ده فين؟ ده في النورمال او الطبيعي زيه وزيك دلوقتي. طب لو قلنا نتخانق مع بعض مين هيشتغل؟ سمباثيك. هينقبض ازاي؟ صح؟ لب ضب لب ضب لب ضب لب ضب بسرعه. طب وانت نايم بالليل بص كده، يعني ايه؟ عدد ضربات القلب في الدقيقه بقى قليل، لان انت عايز تريح مين؟ تريح القلب. طب القلب كده بقى بيشتغل كتير ولا قليل؟ قليل. يبقى محتاج دم كتير؟ لا. فاعمل ايه في الاوعيه الدمويه اللي بتغذيه؟ فازو ايه؟ كونستريكشن في الكوروناري. ولكن السمباثيك كان بيعمل ايه في الكوروناري؟ فاز دايليتيشن. ده الفهم، انك تفهم ليه عملنا كده. لكن لو عايز زيرة تحفظ، السمباثيك عكس الباراسمباثيك. السمباثيك كان بيعمل ايه؟ كان بيزود الهارت ريت ويعمل فاز دايليتيشن. باراسمباثيك يعكسه. خلاص كان ده صعب. ده كده يا دكتور الاكشن بتاع الفيجاس الباراسمباثيك على منطقه مين؟ الثوراكس او الصدر. بعد كده عايزين ندخل على منطقه مين؟ الابدومين او البطن. ادي يا عم الفيجاس نيرف بيطلع منه فرع اخر يغذي منطقه مين؟ الابدومين، يعني البطن. منطقه مين يا طارق؟ بحذرك. خلاص منطقه مين يا طارق؟ الابدومين او ايه؟ او البطن. خلاص طيب بتكلم تاني كده، الله العظيم اطلعك هنا هشرح عليك التاثير بتاع الباراسمباثيك على البلفس او الحوض. ماشي؟ طيب يلا كلام جميل. يبقى يا دكتور بعد كده الاكشن بتاع او الفانكشن بتاع الباراسمباثيك على مين؟ على منطقه البطن. طيب هو منطقه البطن دي اول حاجه موجوده فيها هو الجهاز الهضمي او الجي اي تي، صح؟ ادي يا عم الجهاز الهضمي اهو. الباراسمباثيك هو صديق مين؟ الباراسمباثيك هو صديق الجهاز الهضمي. تاثيره سكريتو ايه؟ موتور. بيعمل ايه هنا يا لا؟ بص بيزود الانقباض لجوه. يعمل ايه في الوول؟ كونتراكت الوول. يعمل ايه في الوول؟ كونتراكت الوول. طيب بس كده؟ لا، المفروض انت عارف من الحصه اللي فاتت ان في محابس موجوده في الجي اي تي، صح؟ انت بتخلي الول ده ينقبض عشان يهضم الاكل، بعد كده يزق الاكل، صح؟ طب عايز تزق الاكل ده تعمل ايه في المحابس دي؟ وسع المحابس، كونتراكت الول، واعمل ايه في المحبس؟ ريلاكس السفنكتر. ده عكس مين؟ عكس السمباثيك. صح ولا مش صح؟ السمباثيك كنا بنقول للمعده مش وقته، يعني استحوذي على الاكل اللي موجود جواكي وخزنيه، فكنا بنريلاكس الول ونقفل المحبس من تحت عشان الاكل يفضل موجود جوه المعده. لكن انا هنا مأنتخ، عندك مشكله انك تهضم؟ لا اهضم عادي جدا. فبعمل ايه في الول او الجدار بتاع الجي اي تي؟ بقوم عامل ايه؟ كونتراكت الول. اعمل ايه في المحابس؟ وسع المحبس عشان الطريق يتفتح قدام الاكل ويمشي بطول القناه الهضميه كي تستمر عمليه الهضم، ومن ثم او بعد كده عمليه امتصاص الاكل. صعب الكلام يا شباب؟ طيب انا عندي
الجهاز الهضمي بيتكون من قناه هضميه زي اللي انت اخدتها دي، وهناك بعض الجلاندز او الغدد زي البنكرياس زي الجول بلادر زي الكبد او الليفر، كل دي غدد بتخدم على الجهاز الهضمي علشان تصب عصارات هضميه في الجهاز الهضمي. انا بهضم الاكل عن طريق يا احمد الانقباض بتاع الجهاز الهضمي وعن طريق صب عصارات هضمه جوه الجهاز الهضمي. طيب الباراسمباثيك سيكريتو موتور يبقى بيزود الموتور يعني الحركه، واخدناها يزود السكريشن، فالعصارات الهضمه بتاعه الجهاز الهضمي بتزيد، يبقى يا دكتور يا محترم بيزود ايه؟ الجلاند سكريشن. طب البنكرياس العصارة الهضمية بتاعته تزيد ولا تقل؟ تزيد. طيب البايل اللي جاي من الليفر عصارة هضمية تزيد ولا تقل؟ تزيد. اي عصارات هضمية تزيد ولا تقل؟ تزيد، لان الباراسمباثيك هو صديق الجهاز الهضمي، كان سكريتو موتور يزود السكريشن ويزود الموتيليتي او الحركة. صعب الكلام ده يا دكاترة؟ والله كلام مش صعب. طيب كلام جميل. بعد كده بقى عايز اتكلم معاك برضو جوه الجهاز الهضمي هنا، يعني في اورجان اسمه الليفر. مين الليفر ده؟ الكبد. الكبد ده في حاجه اسمها المراره هنا كده، هتخلينا نشيلها قريب. حاجه اسمها ايه؟ المراره. والله في قناه مراريه كده رسمه كروكي جدا اهي، بيمشي فيها البايل عشان يروح لمين؟ للامعاء. طب البايل دي وظيفتها ايه؟ خدناها في البلاد. تساعد على امتصاص مين؟ الدهون. طيب اذا بما ان انا باراسمباثيك اشتغلت، انا صديق الجهاز الهضمي، عايز ازود الهضم، يبقى عايز ازود البايل ولا اقلل البايل؟ زود البايل، وبالتبعيه دكتور على الجول بلادر بيؤدي ذلك الى ايفاكويشن اوف الجول بلادر، بنفرغ الجول بلادر، لان السمباثيك بيجي يخليها تنقبض وتقوم مزوده مين؟ خروج البايل. يخرج البايل من المراره ينزل يدخل على الجهاز الهضمي يساعد في امتصاص مين؟ في امتصاص الدهون. صعب الكلام؟ كلام ما فيهوش مشكلة. طيب كلام جميل جدا. ده كده يا دكتور مين؟ ده كده الفيجاس نيرف كله؟ كله. الفيجاس نيرف فيه مشكلة؟ طيب كلام جميل قوي. حد عنده مشكلة في الفيجاس نيرف؟ جاهز؟ قول. علي صوتك. ما هو لسه هقولك والله. حد عنده مشكلة في الفيجاس نيرف؟ في مشكلة في الكلام ده؟ طيب. قلت كلمه وانا بشرح، صبرا لرزقك بس، علشان دي جت في الام سي كيو قبل كده. يا دكتور شايف القلب اللي قدامك ده؟ هو انت ليه يا دكتور كتبت ان الباراسمباثيك بيقلل معدل انقباض القلب وما كتبتش انه بيقلل قوه انقباض القلب؟ هقول لك اصلا لان العصب الباراسمباثيك ما بيغذيش الفنتريكل ده. القلب عندك بيتكون من اربع حجرات، حجرتين فوق وحجرتين تحت. عارفين الكلام ده ولا مش عارفينه؟ عارفينه صح؟ طيب الحجرتين اللي فوق اسمهم الاذينين، واللي تحت اسمهم ايه؟ بطينين. البطين اسمه فنتريكل. اسمه ايه؟ فنتريكل. عارف الفنتريكل ده هو اللي بيطلع منه الاورطه اللي بتغذي الجسم ككل. طب الاورطه دي يا معالي الدكتور الدم اللي بيدخل لها بيتم ضخه عن طريق الفنتريكل صح؟ ينفع يالا اخلي الباراسمباثيك ده يريح الفنتريكل قوي؟ مصيبه وكارثه سودا. القلب يريح، لو ريح بزياده يبقى الدم اللي بيخرج من القلب هيكون قليل قوي، ما يكفيش جسمك، فيتال كونديشن تموتك، ممكن تموتك. ولذلك من لطف الاقدار ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه خلى الفيجاس الباراسمباثيك يغذي الاتريا اللي فوق وما يغذيش الفنتريك اللي تحت، يعني الفنتريك ده مفيش اعصاب باراسمباثيك بتروح له اصلا عشان يفضل شغال بقوه. طب ثواني، طب ليه مش هيشتغل بسرعه؟ تعالى ازيدك من الشعر بيت واعلى معاك في ليفل اكتر واكتر. منشا الكهرباء بتاعت القلب موجوده فوق. هنا في نقطه هنا. النقطه دي نقطه عصبيه هي اللي بتطلع الكهرباء لتحت. فانا كباراسمباثيك لو جيت على النقطه دي هديتها هقلل خروج الكهرباء منها، فالقلب يتكهرب عدد مرات بطيء، يبقى انت كده قللت الهارت ريت. مفيش مشكله، بس انت ما اثرتش على الفنتريكل، فيبدا الفنتريكل بينقبض عدد مرات قليل، ولكن كل انقباضه لوحدها انقباضه قويه تضخ كميه دم تكفي جسمك اثناء الريست. حلو الكلام؟ طيب بوز يا عز. طيب بص بقى يا دكتور يا محترم، احنا كده خلصنا كم عصب في الباراسمباثيك؟
اربع اعصاب خلصوا، تقدر تقولهم لي؟ عصب طالع من الادنجر وستيفن نيوكليوس اسمه ايه؟ اوكليو موتور. بعد كده طالع من السوبيريور سليفري اللي هو العصب رقم كام؟ 7 الفيشيال. بعد كده طلع من الانفيريور سليفري العصب رقم 9 جلوسو فارينجيال. بعد كده طلع من الفيجال نيوكليوس والفيجاس نير. كل الاعصاب دي طالعه من الدماغ. يبقى احنا كده خلصنا الاعصاب الكرينيو. والمنشا بتاع الباراسيمباثات الكرينيو ايه؟ كرينيو ساكرال. اخر جزء عندك في الحبل الشوكي تحت كده حاجه منطقه اسمها الساكرال. ايه هي المنطقه دي كده؟ حد يقدر يقول لي الساكرال سيجمنت كام واحده؟ خمسة صح؟ ولا أربعة؟ خمسة. خلاص؟ الساكرال سيجمنت كام؟ خمسة. يبقى أنا عندي خمسة سيجمنت هنا في منطقة الساكرال. هقول لستك الميدل ثري ساكرال سيجمنت. أدي خمسة ساكرال أهم. أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. والله ما هعيد تاني. أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. أنا عايز الميدل ثري ساكرال. عايز إيه؟ يعني التلاتة اللي في النص اللي هم دول يلا. يبقى واحد اتنين تلاتة ده ماليش دعوة بيه وده ماليش دعوة بيه. التلاتة سيجمنت اللي في النص دول كل سيجمنت بيطلع منه عصب ايه؟ كل سيجمنت بيحصل له ايريتاج، كل سيجمنت بيطلع منه ايه؟ عصب. طب بص معايا كده، بص يلا هنا يلا، ادي عصب، ادي التاني، ادي التالت، كم عصب كده؟ تلاتة. بيمشوا كده بعد كده يتحدوا مع بعض، يحصل لهم ايه؟ يتحدوا مع بعض كده اهو، ويدوا عصب واحد تخين. عندك مشكله في العصب ده؟ العصب ده ناتج عن طريق تحكم عصب يا دكتور. تلات اعصاب جاي منين؟ من الميدل 3 ساكرال، يعني من اس كام؟ اس 2 و3 و4. طب اس 1 واس 5 ماليش دعوه بيهم. طب العصب ده رايح يغذي منطقه الحوض او البلفس. بيغذي منطقه الحوض او ليه؟ هسميه البلفيك نيرف. هسميه البلفيك ايه يا شباب؟ البلفيك نيرف. البلفيك نيرف يا معالي الدكتور المحترم، والله هو عادي جدا، عصب اهو بيجي بعد كده بينتهي على سطح الاورجن ذات نفسه، وموجود عندك جانجليا ترمي الجانجليا على منطقه الايه؟ على منطقه البلفس او الحوض، على الاورجنز اللي موجوده جوه. تقدر تقول لي ده هيتحكم في كام حاجه؟ تعال اقول لك. اول حاجه بيعملها ديفيكيشن، ثم ميكتيوريشن، واخيرا في الراجل اريكشن. بص بقى معايا، مش انا قلت لك ان الباراسيمباثيك هو صديق الجهاز الهضمي ريست اند دايجست؟ هو انت بعد ما تاكل وتهضم الاكل بتعمل ايه؟ تدخل حمام. تعمل ايه؟ لا تدخل حمام. كاكا مش بيبي، تدخل ايه؟ حمام. خلاص ايه الفرق؟ حد يعرف؟ الحمد لله. ده دكتور قرف بقى، الله يرفقك على الصبح. بص يلا، القرف كله جاي دلوقتي، ما تستعجلش يا دكتور. ده البلفيك نيرف. الباراسيمباثيك صديق الجهاز الهضمي، بعد ما هضمت الاكل ادخل حمام. مين يدخلك الحمام؟ الباراسيمباثيك برضه. نعم اي نعم، الباراسيمباثيك ده دخلك الحمام. هو انت تدخل حمام وانت مأنتخ كده ومريح، ولا وانت بتتخانق وانت مأنتخ ومريح؟ الغزاله رايقه داخل حمام، خلاص ماسك موبايلك وقاعد ساعتين جوه. فاهم قصدي؟ طب كلام جميل جدا، حلو قوي. انت بلاش اتكلم. لا اتكلم صح؟ لما احتاج ان انا اطلع اي حد من الحمام بقفل الواي فاي. بقفل الواي فاي. فبيطلع من الحمام. فين يعني انت؟ المهم بقى، المهم حذرنا شويه الله يسترك. البلفيك نيرف ده يروح يغذي منطقه المستقيم. اهي. التي تنتهي بفتحة الشرج. خلاص؟ هنا موجود جوه ايه؟ استول او ايه؟ استول او براز. وفي رواية اخرى كاكا. انت دلوقتي كباراسيمباثيك عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل حمام صح؟ بص اللي بيحصل، بنخلي الوول بتاع الريكتم ده ينقبض كده. طب لما ينقبض كده بيعصر مين؟ الاستور اللي جوه.
فيخرج الاستول ده لتحت. طيب في محبس موجود هنا الباراسمباثيتك كان بيتحكم فيه. المحبس ده محبس داخلي كان اسمه انترنال سفنكتر، صح؟ انت يالا بتضغط من فوق تعمل ايه في المحبس؟ تفتح المحبس، صح؟ فبنريلاكس المحبس ده بنعمل ايه؟ طب انت ليه عملت كده؟ حد معاه زيت ميه؟ يكون فيها ميه استغنينا دي مليانة على الاخر فيها كتير؟ فضيلة ايها دلوقتي. اسمع بس تاني، يلا اسمع تاني اشربي. بص يالا، بص يالا، ده مين يالا؟ ده المستقيم الذي ينتهي بفتحة ايه؟ دي اللي قدامك، فينتهي بفتحة ايه؟ الشرج. فتحة الشرج عندها محبسين، كم محبس؟ محبس انت بتتحكم فيه ومحبس انت مالكش تحكم عليه. المحبس اللي انت يا دكتور بتتحكم فيه مالناش دعوه بيه دلوقتي، في محبس انترنال. انترنال ده بتاع الانفولانتري، احفظها كده، انترنال بتاع الانفولانتري، اي ان واي ان معايا. ده دكتور مين بيشتغل عليه؟ الباراسمباثيك، يريحه ويضغط او يخلي الول اللي فوق ده ايه ينقبض. تخيل الول بينقبض والمحبس من تحت مفتوح، تعمل حمام. صعب الكلام ده؟ طيب عايز افهمها اكتر يا دكتور، ده مين يالا؟ ده المستقيم او الريكتم، وده المحبس اللي اسمه ايه؟ السفنكتر، صح؟ طب انت عارف الباراسمباثيك بيعمل ايه؟ بص بص يالا، هنا بيجي على الول ده ينقبض عليه كده ويجي على المحبس ويفك المحبس. بص تاني، صح؟ بتموتوا بالهيافه والله العظيم. تاني فهمت اكتر، صح؟ ولا باراسمباثيك بيعمل ايه؟ ده مين يالا؟ ده مين؟ ده الريكتم او المستقيم، ينتهي بفتحة ايه؟ هنا عليها محبس اهو. طب انا كباراسمباثيك باجي هنا على الول اعصره وافك المحبس، خلاص. تخيلت الكلام ده صعب؟ كلام سهل، صح؟ طيب نفس الفكره بقى، ميكسيوريشن. يعني ايه ميكسيوريشن؟ التبول. بص يلا كده معايا، ادي المثانه البوليه اهي، دي مين يا شباب؟ المثانه البوليه، جواها بول او يورين. جواها ايه؟ اليورين او البول. الباراسمباثيك زي ما بيخليك تعمل حمام كاكا، بتعمل حمام ميه، صح؟ ازاي؟ بيخلي البلادر دي تنقبض ويخلي السفنكتر اللي هنا ريلاكس، فتبدا انك تنزل البول او اليورين. يعني عمليه تبول او ميكتيوريشن. صعبه؟ صعبه؟ نفس الفكره الاولانيه على فكره يعني. طيب اتفقنا الحصه اللي فاتت ما هو تاثير الباراسمباثيك عند الميل او الراجل على القضيب او البينص. كان بيعمل اريكشن، يعني انتصاب في القضيب او الايه او البينص. ليه يا دكتور؟ لان اتفقت معاك الحصه اللي فاتت ان انتصاب البينص او القضيب بيحدث عن طريق دخول ايه؟ دخول دم. طب الباراسمباثيك بيعمل ايه؟ بيعمل فانزو دايليتيشن في الاوعيه الدمويه بتاعت مين؟ بتاعه القضيب، صح ولا مش صح؟ طب لما يعمل فازو دايليتيشن يعمل ايه بقى؟ يزود دم داخل مين؟ القضيب، فينتصب القضيب بقوه اكتر. يبقى الباراسمباثيك هو المسؤول عن بدايه العلاقه. امال مين كان مسؤول عن نهايه العلاقه؟ سمباثيك. الناس اللي عندهم ضغطهم عالي، تاني بص معايا، الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، عندهم ايه؟ ارتفاع في ضغط الدم بسبب ان الاوعيه الدمويه بتاعته بتكون منقبضه جامد كده، فضغط دمه بيرتفع. فانت عايز تعالجه، بتعمل له ايه؟ بتديله دواء بريلاكس الوعاء الدموي، يعني يعمل فازو دايليتيشن عشان تخفض ضغط دمه شويه، خلاص. في دواء اسمه السيلدونافيل، الماده دي مالكش دعوه بالاسم، الكلام ده مش عليك في المنهج اصلا، بس انا يعني بهزر معاك يعني، او بقول لك معلومه تاريخيه حدثت بالفعل. الدواء ده اسمه ايه؟ سيلدونافيل. والله جينا ادينا لعيانين الضغط يا ريتاش، خلاص. لما جينا اديناهم الدواء بتاع الضغط ده، المفروض ان هو بيعمل فازو ايه؟ دايليتيشن. احنا ما نعرفش، احنا بنجربه، والشركه اللي عملت كده اسمها شركه فايزر لو تسمعوا عنها. في بعض الاعراض الجانبيه اللي ظهرت للدواء ده،
مفروض لما دواء بيظهر عليه اعراض جانبيه بنسحبه من السوق. راحوا يسحبوه من العيانين، الرجاله رفضوا يسلموا الدواء. والله العظيم هذا حصل، رفضوا يسلموا الدواء. قال لا، طب رفضته ليه؟ لا اسمع بقى، وجدنا ان السيلدنافيل ده بيشتغل اكتر على القضيب، فيعمل فازو دايريتيشن اكتر. فين؟ فيعمل له اريكشن حلو، يعني مقوي جنسي. ومن هنا يا صديقي العزيز بمحض الصدفه البحته اكتشفنا السيلدنافيل اللي هي الفياجرا. معايا؟ سمعت الكلمه؟ طيب اسمعني بقى، اسمعني بقى. مليارات الدولارات كسبتها فايزر عن طريق الصدفه البحته دي، انها فضلت اكتر من 10 سنين محتكره انتاج الفياجرا على مستوى العالم. مليارات الدولارات عن طريق صدفه بحته. معايا؟ صعب الكلام؟ هتنسى كده ان الباز ريتيشن بيعمل اريكشن؟ الله تنسى بقى. طب حلو، طب اسمع بس معايا حاجه اخيره يا دكتور. بالنسبه بقى للفيميل، بالنسبه لمين؟ منطقه الجينيتال سيستم في الفيميل الباراسمباثيك بيعمل فيها فازو ايه؟ دايليتيشن عادي جدا. خلاص صعب الكلام ده كده؟ الحمد لله رب العالمين خلصنا الباراسمباثيك. في مشكله؟ طيب بص يا ابني معايا بقى دلوقتي، لما نيجي نبص على ده السينس، صح؟ اول جزء فوق ده اسمه ايه؟ البرين. حد عنده مشكله؟ اللي تحتيه ده اسمه البرين ايه؟ البرين ايه يا شباب؟ ستيم. وتحت ده مين؟ السباينال كورد. عندك مشكله في الكلام ده؟ يبقى ده البرين، برين ستيم، سباينال كورد. ما هي المراكز العصبيه المسؤوله عن الاوتونوميك ريفلكسز او ردود الفعل اللا اراديه؟ بص معايا، حضرتك مثلا عايز تعمل حمام او عايز تفضي البلادر، ادي البلادر اهي، دي مين يا دكتور؟ البلادر بالشكل قدامك ده. البلادر دي جواها بول او ايه؟ يورين. البول او اليورين ده مال البلادر بالشكل الجميل قوي اللي قدام سيادتك ده. حد عنده مشكله؟ دكتوره ركز هنا لو سمحت. البول مالي البلادر بالشكل اللي قدامك ده. طيب اللي بيحصل كالاتي، ان البول ده اول ما يزيد جوه البلادر بيضغط على الوول او الجدار، صح؟ الكلام ده منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي جدا يعني. طيب في ريسبتور يحس بيه ويبعت المعلومه دي في عصب، المعلومه دي رايحه لمين؟ للسباينال كورد. العصب ده عصب ايه؟ افرنت. علشان السباينال كورد يعتبر كسنتر او كمركز ايه؟ عصبي. كسنتر او كمركز ايه؟ بيفكر ويتدبر ويتخذ قرار، يرد بعصب ايه؟ افرنت. العصب ده دكتور عصب ايه؟ العصب الافرنت ده عصب حركي في المقام الاول يا احمد، لو اتكلمت تاني ورب الكعبه لازعلك. خلاص ده عصب ايه؟ افرنت. يروح على اليورين البلادر او المثانه البوليه يخليها تنقبض فتنزل البول او اليورين. ده ايه؟ ده ريفلكس اخدناه الحصه اللي فاتت. عندك مشكله؟ طيب كلام جميل. احب دايما اسمي يا دكتور المخ ده رئيس الجمهوريه. ده مين؟ رئيس الجمهوريه. والبرين ستيم رئيس الوزراء. يلا رئيس مين؟ الوزراء. والسباينال كورد ده وزير. ده ايه؟ ما هو الطبيعي ومنطقي ان رئيس الجمهوريه اعلى واحد فوق، تحتيه رئيس الوزراء وتحتي مين؟ الوزير. الوزير ده اللي هو السباينال كورد. هو الوزير يقدر يتخذ قرار لوحده؟ طبعا يقدر. ايه يدفي ايه؟ وزير خد قرار لوحده عادي، مفيش مشكله. بس بص معايا، ولكن هناك سلطه لرئيس الجمهوريه على مين؟ على الوزير. فمثلا يا اسامه، اليورينري بلادر اتملت، هتروح لمين؟ سباينال كورد يفضيها. ريفلكس اوتونوميك لوحده. بس فرضا انت واقف في الشارع، هل الوقت ده مناسب؟ لا. فلازم مين يتدخل؟ رئيس الجمهوريه. يقوم باعت امر عصبي للسباينال كورد، يقول له ما تبعتش اشاره، مش وقته. ولكن هذا الريفلكس اللي حصل
هو سيمبل ريفلكس. هو ايه؟ ليه سيمبل؟ بسيط والله. مثلا بولية اتملت فضيها، غزتك بالدبوس شد ايدك، دي عمليات بسيطة يالا. ولكن هناك بعض العمليات الحيوية الأكثر تعقيدا، زي عملية التنفس، ضربات القلب لما تتنظم، وهكذا. طيب أيوة، رجل زمانه مات في الإسعاف أصلا. انجز يا عم. طب ماشي، يبقى تاني ده سيمبل ريفلكس. يعني ايه سيمبل ريفلكس؟ والله ريفلكسات بسيطة، صح؟ ريفلكسات ايه؟ بص يا عز بعد إذنك، وقف يا عز، قوم يا أحمد، قوم يا اللي جنبه. يبقى بالتبعية هناك ردود أفعال بسيطة، سيمبل ريفلكس. البلادر اتملت، راحت بعتت أمر أو بعتت معلومة للسبينال كورد، ده أمر حركي، قامت مفضية، شكتك بالدبوس، شديت إيدك بعيد. دي كلها سيمبل ريفلكس، دي حاجات بسيطة. ولكن هناك حاجات أكثر تعقيدا، زي مثلا يا دكتور الشغل بتاع الهارت أو القلب. هو تنظيم ضربات القلب ده حاجة سهلة ولا صعبة؟ وحاجات فيتال، صح؟ زي مثلا تنظيم التنفس. الحاجات دي محتاجة مراكز عصبية، ينفع وزير يقوم بيها؟ لا لا لا، ده لازم يا دكتور رئيس الوزراء بنفسه هو اللي يقوم بيها. يبقى المراكز العصبية الأكثر تعقيدا مثل الريسبيراتوري سنتر، المركز العصبي المتحكم في عملية التنفس، أو الكارديوفاسكولار سنتر، المراكز العصبية المتحكمة في القلب، ينفع الوزير اللي يعملها؟ لا، رئيس الوزراء هو اللي بيقوم بيها. عندك مشكلة؟ في منطقة عندك في المخ اسمها الهايبوثالاموس. اسمها ايه؟ هايبوثالاموس. تسمعوا عنها؟ منطقة تحت الميهاد، خلاص؟ الهايبوثالاموس دي بقى معنية بتنظيم حاجات تانية خالص، زي مثلا يا دكتور الايه؟ التمبريتشر أو درجة الحرارة. فيها ترموستات، لما درجة حرارة جسمك تزيد تعرقك، تخليك تفقد حرارة فتهدى شوية. درجة حرارة جسمك قلت تخليك تترعش، فتكتسب حرارة فتدفى شوية. يعني ده الترموستات بتاع الجسم، يعني ده المنظم لدرجة الحرارة بتاعة الجسم، موجود منطقة تحت الميهاد في المخ عندك، تمام؟ أو بمعنى أصح الهايبوثالاموس معنية بالحفاظ على البيئة الداخلية للجسم، أو الانترنال إيه؟ انفايرومنت. رتاش بص معايا، كل اللي أنا قلته ده يعني تنظيم الشغل بتاع الرئة والقلب، ده حاجة معقدة صح؟ هسألك سؤال يلا، مين فيكم عايز تطلع دكتور نفسي يعني؟ حد عايز؟ طيب يا عم عالج نفسك الأول. طب بص معايا، اسمع بس، ايه أكتر حاجة معقدة في البني آدم اللي واقف قدامك ده؟ السلوك، السلوك، البيهيفيرال، الثينكينج، تفكير، لا تنظيم ضربات قلب ولا يحزنون. أكتر حاجة معقدة بيقوم بها جسمك هو البيهيفيرال، فلازم اللي يقوم بمين؟ رئيس الجمهورية بنفسه. الكورتكس أو القشرة المخية دي مسؤولة عن الريفلكسات الخاصة بمين؟ بيهيفيرال أو السلوك. يعني إيه برضو؟ أنا ماشي في الشارع، شفت عز، ده قفر أنت جاي لي صح؟ المفروض أن أعمل إيه؟ لا بص كده معايا، الكورتكس تفتكر شكل عز وتطبقه بنسخه موجوده عندي في الكورتكس. والله ده بيحصل فعليا، صور بني ادمين كتير كده، او ده عز، ده مين عز ده؟ ده جاي لك في السنتر، اخد معاك الحصص الفلانيه، كان بيصورك، كان يعني حد كده طالب لذيذ. عز ازيك؟ دي حاجه معقده قوي. طب تخيل مثلا يعني عيل عمال يتكلم طول الحصه وانا ماشي، ما بطلش كلام، انا ماشي في الشارع شفته معايا، تمام؟ ما عدا احمد طبعا، خلاص. الكلام ده صعب. يبقى اعقد حاجه بتحصل في جسمك هي مين؟ هي البيهيفيرال او السلوك اللي بيقوم بالكورتكس. صعب الكلام ده يا شباب؟ طيب ده كده يعني ايه